أنا مش هطول لأن معانا مشرفانا الوزيرة درية شفيق سوري درية شرف الدين، لأنها عندها اجتماع في مجلس الوزراء، فهسيب لها الكلمة الأول عشان تقدر توفي بالتزامها لدى رئيس الوزراء. تفضل يا دكتور أدهم. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم ومصر تشهد أياما جليلة نستكمل خلالها خارطة للمستقبل وللأمل، للأمن والأمال، للعمل والتقدم. شعب مصر العظيم يرنو بعد طول عناء إلى استقرار الدولة ومواجهة جميع أنواع الانفلات والخروج عن القانون، يتطلع إلى تحقيق أحلام شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الخسة والتخلف والقهر والكذب. حلم الشعب المصري العظيم أن يرى مصر دولة كبرى بإنتاجها واقتصادها ومواردها وموقعها وقدرة شبابها، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بكل آيات الشكر والتقدير والامتنان لنساء مصر اللائي تصدرنا المشهد الانتخابي للرئاسة المصرية منذ أيام وكنا مذهلات. هذا الوصف جاء على لسان رئيس الوفد الياباني لمتابعة الانتخابات الرئاسية، قال إن النساء المصريات أثبتن إيجابيتهن بشكل كبير حيث حضرنا الانتخابات بشجاعة وكنا مذهلات. نساء مصر كنا مذهلات بالفعل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان كثيرة تدعو إلى الفخر والاعتزاز. كنا في المقدمة في الفعاليات كافة، الاحتجاجات والتظاهرات والاستفتاءات والانتخابات خلال السنوات الأخيرة. شابات يحملن أطفالهن إلى مواقع الخطر والتهديد في الصفوف الانتخابية دون خوف أو وجل. سيدات يرتكزن على عصاه ويتحاملن بسنوات عمرهن على أكتاف الآخرين للوصول إلى صناديق الانتخاب، يقبلن رؤوس الجنود والضباط عرفاناً بالجميل. المرأة المصرية تلك العظيمة الشامخة كانت تنتخب وتغني وتزغرد وترقص فرحاً وتجسد معنى الاعتزاز بالوطن والتمسك بنجاة هذا الوطن من التخلف والقهر والعودة للوراء والنظرة الدونية للمرأة والتمسح كذباً بالدين. نساء مصر كنا بطلات المشهد الانتخابي ولهن الفخر. الآن الدستور المصري الجديد أقر حقوقاً كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق، لكن نصوصه حتى الآن ما زالت قيد الأوراق، وننتظر جميعاً تفعيلها في قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة المصرية بالبرلمان القادم وبالمجالس المحلية وبمناصب الدولة. وأخيراً للمرأة المصرية العظيمة التي تساهم بفاعلية وشجاعة واقتدار في بناء مستقبل مصر كل التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله.